وقعت المديرية العامة للأمن الوطني تسعود ديال الاتفاقيات في سنة 2022 كتسمح باستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية مع بنك المغرب، المجموعة المهنية البنوك المغرب، صندوق الإيداع والتدبير، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الهيئة الوطنية للعدول، المجلس الوطني للموثقين، وزارة العدل فيما يخص باستخراج السجل العدلي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للبوابة الوطنية الموحدة للتجارة الدولية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فيما يخص السجل الوطني الموحد للصناع التقليديين في انتظار إبرام شراكات أخرى. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.